بسوي فخذ خروف مع بلاك بيريز على طريقة تدريس كولز. أول شيء أضربهم بخلاط وصفيهم بمشخل، بس أبي من هذا ربع كوب قفشة ديجون ماسترد، بلسمك قفشتين صغار، زيت زيتون، 6 فصوص ثوم مع تايم وروزمري، أخلطهم وأخليهم. بعدين أجيب فخذ الخروف وقززه بالسكين وادهنه بهذا خلو ماسترد وثوم وبلاك بيري، وحط كل هالثوم يمه بس اقصصهم رصاص. هما كاتبين 30 بس انا احب ازيد، وتدرون فيني ايش كثر احب الثوم. بزيد زيت وملح فوق الثوم، احطه بالفرن نص ساعه على حراره 200، بعدها انزل الحراره 180 واخليها بعدها مساعة. والحين بعد الساعه ونص طلعت، ولازم تكون درجه حرارتها 62 من داخل، لا طايف هو 74 75. ما خلصت الطبخة بعد بس قاعد أكل منه من تحت، لذيذ وايد لذيذ. أصب هذا هني وحط من الثوم بعد، أفرم وأصبهم في جدر فوقهم مرقة دياي وقفشة نشا، ضربهم بالخلاط، سخنهم على النار وأضيف فوقهم باجي البلاك بيري. جاهز. وانا قاعد اسويها ما اقول كنت خايف، بس ما كنت متوقع شلون راح يطلع البلاك بيري مع اللحم بالتتبيله او بالشيء اللي اندهن من فوق وبالجريفي نفسه، بس طلعت حلوه وما تحسون بالبلاك بيري نفس ما تتخيلون. وما جربت احط فخذ خروف بالفرن ساعه ونص ويكون جاهز، احس بالي ياخذ اكثر، ساعتين ونص وطالع، بس طلع هذا يكفي. لذيذة.